اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده من المطبخ المصري، مطبخ مصري بشهاوه الريف المصري الصعيد المصري، بيبقى له مذاق خاص جدا لما نبدا ان احنا نقلب في الاكله ونديها الجوده بتاعتها. يعني النهارده معانا السجق البلدي، في جزار في المنطقه بنوصيه شويه سجق حلوين، البتنجان احنا هاملينه شويه يعني بنستخدمه في طبق مسقعه مع الفلافل او الطعميه المتحمره، ولكن نعمل طاجن سجق بالبتنجان ده موضوع وده حكايه، لان البتنجان غني جدا ومضادات للاكسده وقيمته الغذائيه عاليه جدا، وهو اي نعم من بره اسود ولكن من جوه قلبه ابيض زي الشيف. هنشوف النهارده هنقدمه بطريقه جديده زي لحضراتكم، هتعجبكم بالتاكيد وهتناسب الاطفال والصغيرين وكل افراد الاسره. معانا الخيار والطماطم النهارده هنعمل طبق مخلل. هعمل مزيج ما بين الخيار المخلل والخيار الاخضر الاثنين مع بعض مع طماطم. الطبق ده على السفره بيحل مكان الترشي، انا مش عايزك تشتري ترش من بره. البيت تعملي فيه الخيار، تعملي الطماطم، تعملي الجزر، المخللات ديت مهم جدا انك تكون من انتاج ايدك انت ومن اصابع ايدك العشره. السفره بتاعت النهارده بما ان الجو حر احنا مهتمين جدا بالايس كريم، كل يوم معانا نوع من الايس كريم. النهارده هنعمل سموزي الخوخ بالزبادي، بما ان هو طبعا الخوخ مفيد جدا وخاصه خير ارضنا بتاع سينا والواحات. هنشوف هنعمله مع بعض النهارده مع الزبادي ازاي، مع فليفر من النعناع الاخضر والتلج والسكر، اضافه العسل حسب الرغبه. تفاصيل كتيره النهارده وحلقه بسيطه وسهله، ولكن معلومه غير معلومه، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا ايه حكايه ان انت تعملي طبق يفتح الشهيه على السفره، ايا كانت بقى السفره، عليها رز محمر، عليها كبسه، عليها كشري، ايا كان، احنا المصريين نحب دايما حاجه تفتح الشهيه، يقول لك والله انا متغدي ومش عايز اكل، بس اول ما بياكل الخيار المخلل، قرن الفلفل الحار، بيبدا يحط ايده ويخش في الايه؟ في التفاصيل بتاعه السفره. معانا طبق النهارده سميه طبق مقبلات على طريقه المغازي، خيار اخضر وخيار مخلل. مع طماطم، مع نعناع اخضر، مع بقدونس، مع كزبره، ملح وفلفل، عصره ليمون، معلقه خل، زيت زيتون. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله في متناول الجميع. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي سريعا. حلو قوي. اول حاجه ناخد الخيار الاخضر الفل ده كده نقطعه بشكل حلو وليكن كده مثلا بالطول كده عشان يا عم الشيف التخليلة تخش جوه الخيار. حلوة بالشكل ده كده، دي تقطعها حلوة عشان يتخلل معاك بسرعة. نفس الطريقة. الخيار بيساعد على الهضم، مفيد جدا للجهاز الهضمي، مشاكل الإمساك، صديق المعدة، مفيش منه مشاكل سواء بتكليه مع زبادي، سواء بتكليه في طبق سلطة الفتوش، أيا كان. الاطفال بيحبوه لانه برضو في نسبه سكريات كده والواحد بياكله زي ما هو زي الفل. ادي الخيار بالشكل ده كده. عينيه زي الفل تمام. التقطيعه دي مهمه جدا، وانت بتقطع الخيار تخلي بالك بقى في حاجه مهمه، البعض بيقشر الخيار، انا ما بحبش الخيار يتقشر، الخيار يتغسل كويس عشان تغسليه كويس بتنقعيه في شويه ميه 10 دقائق 5 دقائق مهمين جدا، بتبداي تتعاملي معاه زي اي نوع خضار، انما نتقشر الخيار الخضار بتاعه ده جمال بالشكل ده كده. حلو قوي، ده طريقه سهله جدا للامانه، وانا اتفاجئت ان الخيار المخلل في البيت عندي متوفر، اتفاجئت المدام بتعمله في البيت، جايبه البرطمانات بتاعت السمنه القديمه، برطمانات المربى، وحتى في جايبه الخيار الصغير ده وحتى معاه خمس ست فصوص ثوم، قرن فلفل حار، اتفاجئت بالروزماري في قلب البرطمان، كلت خيار مخلل ما كلتوش ابدا مره في حياتي، اولا اتحكمنا في الملوحه بتاعته، اتحكمنا في الخل، الميه النظيفه اللي احنا بنخلل فيها، مهم جدا التخليل يكون في البيت. ادي الطماطم مع الخيار بالشكل ده كده. طب هنعمله ازاي سلطه ونعمله مخلل يا شيف مغازي؟ واحده واحده معايا كده عشان ده اختراع مني انا كده اهو. هنجيب الكبه الصغيره النظافه اول باول. حاضر عينيا، بيقول لي السجق اخباره ايه؟ اعمل للمخرج سلطه، اعمل له ايس كريم، اعمل له سموزي، هي الهبر. تعالوا مع بعض، ادي الكبه، ناخد الخيار ده كده بنحطه في الكبه، واحده
تانية، فص توم حلو معانا كده زي الفل اهي، فص توم اهو بالشكل ده كده، سنة شبت صغيرة في قلب الكبة، معانا كزبرة خضراء بناخد ورقتين حلوين بالشكل ده كده. الطبق ده كل ما يقعد في التلاجة كل ما يحلو. ادي الكزبرة الخضراء زي ما هي كده في قلب الكبة، شفت الجو ده كده، زيت زيتون معاها، حاجة سريعة كده وزي الفل تغنيك عنك تقف في محل المخلل وتشتري المخلل انت تعمليه في البيت. ده زيت زيتون حلو قوي، شوية خل، عصرة ليمون زي الفل، وادي الليمون، وفي قلب الكبة يا عم الشيف. بسم الله الرحمن الرحيم، زي دول كده مع بعض. يلا خلص الكلام. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ زي ما هي كده اه، شايفين ادي السلطه بتاعتي دي. طبعا زي ما قلت من فتره كده، من اسبوعين او 15 يوم، في انواع من السلطه او المقبلات كل ما تقعد في الثلاجه كل ما تحلو، زي اللي معايا دي كده اه. بناخد خس كده اهو، بحط خس كده بلدي في قلبي الطبق بتاعي، شفت الجو ده كده، الشغل بقى بتاع الايه، الفنادق والمطاعم، تعلى معاك كده وتبقى زي الفل اه. الخس ده يتاكل اه، اللهم صل على النبي. فيها خيار، فيها طماطم، فيها كزبره خضراء، فيها عصير ليمون، فيها زيت زيتون، فيها توم طازه هرم اهوت زي الفل. ناخد الصوص ده ينزل عليها كده، وطبق سلطه او مكبلات سميه زي ما تسميه على طريقه البوغازي. هتاكل الطماطم زي الفل اهي مكانها اهي. الجرنش بتاعها عود نعناع زي الفل، بنحطه جنبيها كده لان فيها توم وما ينفعش نعبى ريحه بقنا توم بالشكل ده كده زي الفل. نشوف الطاجن بتاعنا اخباره ايه اه. اللهم صل على النبي، طاجن البتنجان بالسجق البلدي. مكانه فين مخرجنا اه؟ طبعا مهم جدا النظافه، مطبخك نظيف انت واقفه في المطبخ رايقه ومزاجك رايق. حلقه النهارده اعتقد ان هي بسيطه وسهله في متناول الجميع، مفيش اختراع ولا حاجه، ولا ان احنا كلفنا. جبنا البتنجان بتاعنا الرومي، ريحناه من جو المسقعه، من جو المقلي، خدناه مع سجق بلدي في قلب الطاجن، في ليفر وتيست وطعم بسيط وسهل، كزبره خضراء في قلب الطاجن، معلقه هريسه حمراء، التوابل اللي انا تبلتها للبتنجان بتغنيني ان انا اتبل السجق. عملنا طبق سلطه جميل جدا في الطبق بتاعي شكل الهرم، في القيمه الغذائيه بتاعته دخل التوم، التوم مفيد جدا للكوليسترول، زيت الزيتون مفيد جدا كمان للكوليسترول، الخيار بصديق المعده، الطماطم غنيه جدا بالمعادن والكالسيوم اللي موجود فيها، العصير بتاعي جميل بيساعد على الهضم وكمان في الجو الحار اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، ممكن في اقل وقت ممكن نعمل حاجه حلوه. عارفين ليه؟ ايه السر؟ حب حضراتكم لينا والكلام الطيب اللي بنسمعه من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.